ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل الزريات. دي اكله جزائريه مش مصريه. هنحط دقيق في الكبه وعليها الزبده، واول ما ينخلطوا ببعض كويس هحط شويه موارد او شويه ميه مخلوطه بموارد اللي نجمع بيها بس العجين. دي عجينة تارت بنجمعها، ما بنعجنهاش. انا كنت بجمعها هنا واشيلها في التلاجة ترتاح شوية، ونبدأ بقى نشكلها بقوارب تارت. زي ما انتوا شايفين السمك مش بيبقى سميك قوي، اقل من نص سنتي سمكها من كل الاتجاه بتاع القارب. كده جهزناه معانا، وهنكمل بقية القوارب بردك تانية عندي كبيرة شوية، وبعدين ندخلها الفرن ونبدأ نعمل الحشوة بتاعتنا على درجة حرارة 160 درجة، ومجرد بس ما هتستوي هنطلعها عشان هندخلها تاني الفرن. يعني مش عايزاها تحمر لان انا هدخلها الفرن تاني، هنشغل تحت بس. وهنعملها بالشوكة طبعا عشان احط المرتب ارتفعش. هنجيب اللوز ونحطه في الكبة ونفرمه ونحط عليه السكر والبيض، ونبدأ ناخد الحشوة بتاعتنا دي نحطها في التارت. زي ما انتم شايفين هو كده مستوي مش ناي، دخلته الفرن وطلعته هدخله تاني بقى الوش طبعا دوت هيتحمر ويستوي تاني. انا ما كنتش بسويه سوا كامل، بنسويه نص سوا وادخله بقى الفرن. اكمل بقى بقية التورتة اللي عندي التاني. هنا بعد ما طلع من الفرن هنرصه، واول ما يطلع من الفرن نحط عليه الشربات بتاعنا عشان ده الوقت المناسب ان هو يتشرب فيه الشربات. زي ما انتم شايفين كده اول ما يطلع من الفرن لازم نشربه الشربات بتاعنا. انا كاتبه لكم المقادير بتاعته، طعمه حلو قوي، جربوه يا رب يعجبكم. وبالهنا والشفا.